كن في طريق العلم دوما يا أخي، فالعلم شيء رائع به نرتقي. كن دائما ذو همة واسعى إليه، قل إن طلاب العلم دربي ومسلكي. دوما عليه نلتقي نسعى إليه ونرتقي، دوما عليه نلتقي نسعى إليه ونرتقي. وعلل لهذا الكون أن العلم نور، وأنه هو منهجي. أن العلم نور، وأنه هو منهجي. الحمد لله، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس المقدمة الجزرية، واليوم إن شاء الله سأشرح مخرج الحروف النطعية. هذه الحروف الثلاثة، الحروف النطعية التي تخرج من طرف اللسان من جهة ظهره العريض مع ما يحاذيه من أصول الثنايا العليا. وقد بدأت لكم بذكر المخرج قبل أن أذكر ما قاله الناظم رحمه الله. فماذا قال الإمام ابن الجزري رحمه الله؟ قال رحمه الله: والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا. قوله والطاء والدال وتاء، حذف الهمزة من وتاء لضرورة النظم. منه من ماذا؟ من طرف اللسان، فما زلنا نتحدث عن مخارج طرف اللسان. وقد ذكرت لكم في اللقاء السابق ثلاثة مخارج: مخرجا لللام وهي تخرج من أدنى إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيها من لثت الأسنان العليا، بدءا من الضاحك فالناب فالرباعية فالثنايا، والمخرج الثاني لحرف النون، والنون يخرج من طرف اللسان مع لثة الثنايا العليا، والمخرج الثالث لحرف الراء، نعم لحرف الراء، والراء تداني في مخرجها مخرج النون ولكنها تأخذ الظهر. هذه الحروف الثلاثة تلقب بالحروف الذلقية، أحسنتم، ولو قلنا الذولقية لصح، نسبة إلى ذلق اللسان، والذلق هو طرف اللسان. هذه الحروف الثلاثة لها ثلاثة مخارج على رأي جمهور أهل العلم. وقوله رحمه الله: والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا، هذا هو المخرج الرابع من مخارج طرف اللسان. قوله منه أي من طرف اللسان، ومن عليا الثنايا. ولكن الذي يحدث أن طرف اللسان من جهة ظهره، وقول من جهة ظهره تختلف عن الراء، في أن الراء تأخذ بداية الظهر، ولكن الحروف النطعية تأخذ جزءا عريضا ليس بالقليل من الظهر مع ما يحاذيها من أصول، وأنا أقول أصول ولا أقول لثة، كما قلنا في النون وفي الراء وفي اللام. فما هي الأصول؟ أعيد هذا الشرح لكم الآن. أقرب شيء للأسنان هذه اللثة، هذه تسمى ماذا؟ هذه تسمى اللثة، وهذا الجزء الذي يكون عند منبت الأسنان هذا هو الأصول. وترون هذا الجزء العظمي، هذا الجزء يسمى بالنطع، والنطع في اللغة بمعنى الجلد، وهذا الجلد الذي يكون في هذا المكان هذا هو نطع الغار، نطع الغار. أقول إذا التقى طرف اللسان من جهة ظهره مع أصول الثنايا العليا، الناظم قال عليا الثنايا، والثنايا جمع والمقصود ثنيتين فقط، وقد ذكر بعض الشراح ذلك أن الناظم رحمه الله جمع وأراد التثنية لأن المعنى واضح. قوله ومن عليا الثنايا أي مع ما يحاذيها من أصول
الثنايا العليا كما ترون في هذه اللوحة. نبدأ بحرف الطاء، انطق معي، قل معي اط اط. ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن الوترين الصوتيين يتذبذبان عند نطق الطاء، ثم يندفع الهواء حتى يحدث هذا الاعتراض في هذا المكان، ويكون هذا الاعتراض اعتراضا قويا. هذا الاعتراض القوي يحبس الصوت بقوة، ويرتفع أقصى اللسان، وترتفع طائفة من اللسان، وينحصر الصوت بينهما كما ترون في هذا المكان، وهذا يعطي الطاء قوة. فعندما نقول طاء طو طي، الصوت يقل قليلا في طي لأن الطاء مكسورة. طيب عندما أقول إط، هنا ينحبس صوت الطاء فلا يجد مسلكا إلا أن يتبع بصويت خفيف، هذا الصويت يسمى بالقلقلة، وذلك لأن هذا الحرف القوي حرف به جهر، تذبذب معه الوتران الصوتيان، وانحبس الصوت ها هنا لقوة الاتكاء والضغط على المخرج. فماذا يحدث إذا كان هذا الحرف ساكنا؟ لا بد من القلقلة. وذلك نقول أطمع، إطعام، إطعام، هذا الصويت يكون صويتا خفيفا. عندما نأتي إلى حرف الدال هو مثل الطاء تماما، ولكن كما تلاحظون ينخفض أقصى اللسان منها هنا وتخرج الدال مرققة. قل معي أدى، أدى، إطو، إطو. هنا إطو يرتفع أقصى اللسان وترتفع طائفة من أوله وينحصر الصوت ها هنا، لكن إد أو أدى ينخفض اللسان. طيب ماذا عن التاء؟ التاء مثل الدال، ولكن التاء لا يتذبذب الوتران الصوتيان عند نطقها. الدليل أنك عندما تقول أت أت، ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن الصوت يقف، نعم أت، لكن ينفتح المخرج ليخرج هذا الهواء، ولولا خروج هذا الهواء لصارت التاء دالا. ولا فرق بين الدال وبين التاء إلا في هذا الشيء اليسير، وهو خروج الهواء وتذبذب الوترين الصوتيين مع نطق التاء، وعدم خروجه وانغلاق المخرج عند نطق حرف الدال. قل معي أدى، قل معي أدى. طيب أت، ماذا يحدث؟ أنت تبدأ بالضغط أت، خلاص نطقنا التاء افتح فيخرج الهواء، أت أت، ولا نقول أت أوت إلى كما نسمع من البعض. الآن نطبق على الحروف النطعية. لاحظوا أنني قلت الحروف النطعية، فلماذا لقبنا الطاء والدال والتاء بهذا اللقب؟ كما قال العلماء، لأن مبدأ صوتها من هذا المكان، من نطع الغار، فهذا هو المخرج، والصوت يكون في هذا المكان، يكون في نطع الغار كما شرحت لكم على الوسيلتين. المثال الأول نبدأ بحرف الطاء حال سكونها، أطمع، أطمع، نرقق الهمزة وننتبه إلى الطاء، أطأ أطأ، انتبه إلى أن الضغط يكون قويا حتى لا يخرج هواء أو نفس مع حرف الطاء، وأيضا لا نبالغ في القلقلة ونجعلها أقرب إلى الفتحة، فهذا غير صحيح، بل تقرأ هكذا أطمع، إطعام، إطعام. كلمة الصراط ننتبه إلى حرف الطاء المفتوحة حتى لا تكون تاء، الصراط. وكلمة الطامة، الطور، الطاء هنا مضمومة، ننتبه إلى ضم الطاء عن طريق استدارة الشفتين، وأيضا إلى أنها مفخمة، وإلى أن الطاء قوية ولا تكون تاء، خاصة إذا كانت مضمومة، لا تقول الطور، قل الطو، الطور. يطع، الطاء هنا مكسورة ولا نبالغ في الحرف المكسور كما تدربنا قبل ذلك على حروف مكسورة، وأيضا نؤكد إلى أننا نحافظ على قوة حرف الطاء فلا يصل إلى التاء، فنقول يطع. أفتطمعون، نخلص التاء من الطاء، أفتا، أفتا، أفا، أفتا، أفتطمعون. كلمة يستطيع أو استطاع
أو استطاعوا، فهنا نخلص أحبتي الكرام التاء من الطاء يستطيع. إذا جئنا إلى حرف الدال كما في كلمة أدري، إدبار، أدعو، لا نبالغ في القلقلة، فالبعض يأتي بشيء أقرب إلى الدال المفتوحة، يقول أدى، يقول أدى، لا هذا غير صحيح. قل معي أدى، أدى، إدبار، أدعو. كلمة مزدجر ننتبه إلى حرف الدال إذا وليها الجيم، مزدى، مزدجر، دحورا، دحورا. بالمناسبة هناك ثلاث آيات في القرآن الكريم بدأت بحرف الدال لا غير، فما هي؟ أنا أذكركم بأنني قلت لكم مرة هناك أربع آيات بدأت بحرف الشين، فما هي؟ منها شهر، والآن هناك ثلاث آيات بدأت بحرف الدال، منها دحورا ولهم عذاب واصب، بقي آيتان، فما هما؟ الدين ننتبه إلى حرف الدال حتى لا يتحول إلى تاء، التين كما نسمع، مالك يوم الدين. شوف أنت كلمة الديك صح، أنتم تنطقون الديك صح، أن الديك له فائدة، وما أطيب الديك وما أطيب شربته، الديك. لكن عندما نأتي إلى الدين فالبعض يقول التين، مالك يوم الدين، لا قل الدين، الدين كما تقول الديك. طيب قرادة هنا توالت الدال مع التاء، فننتبه إلى تخليص الدال من التاء، قل قرادة، دا، قرادة، دا، يتدبرون، أيضا توالت الدال مع التاء، فينبغي التخليص بينهما لأن كلا منهما يخرج من نفس المخرج. التاء الساكنة كما في كلمة تتبعها، كثيرا ما تسمع تتبعها، تتبعها الرادفة، خطأ، قل تت، تت، هنا تبدأ بإغلاق المخرج تت ثم تفتح فيخرج هواء، تت، ولا نقول تت، هذا صوت، هذا صوت مسموع جزء من حرف السين، وأخشى أن يكون هذا اللحن لحنا جليا. قل تتبعها، أتلو، ألم ترى، ما هو اللحن المتوقع في ترى؟ هنا الراء مفخمة لأنها مفتوحة، فيخشى أن تتحول التاء إلى طاء فتقرأ ألم ترى، بل تقرأ الصحيح ألم ترى. ترجي، التاء هنا مضمومة، نؤكد على ضم الشفتين. والتين والزيتون، هذه تاء بخلاف الدين، هنا التاء خالصة. إذا تجاورت التاءان فانتبه إلى تخليصهما كما في أتت. وعندي قد تبين، أدغمنا الدال في التاء فننطق التاء خالصة هكذا. قد تبين، أيها الأحبة الكرام، لا يسعني في النهاية إلا أن أقدم لكم خالص شكري وتقديري لمتابعتكم هذه الحلقات، والتي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون نافعة لكم وتقدم لكم الجديد خاصة من الناحية التطبيقية. ولا تنسوا التدريبات والأنشطة الإثرائية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كن في طريق العلم دوما يا أخي، فالعلم شيء رائع به نرتقي. كن دائما ذو همة واسعى إليه، قل إن طلاب العلم درب ومسلكي. دوما عليه نلتقي، نسعى إليه ونرتقي. دوما عليه نلتقي، نسعى إليه ونرتقي. وعلن لهذا الكون أن العلم نور، وأنه هو منهجي. أن العلم نور، وأنه هو منهجي. Thank you.